السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله معانا موديل بالشكل ده. عايزين نحول قوة الزلازل من 2B تمام ل2A كود UPC 97. هنشوف الكلام ده بيتعمل إزاي. من اللود باترن نخش على الزلازل، دي كده قوة الزلازل. نعمل موديفاي في الزلازل ال 2B، واخد بالك ال Z بتبقى O N15، في ال 2A الزلازل بتبقى في ال 2B زي ما قلنا اللي هي O N2 دي تمام. هو بيختار لك اوتوماتيك ال CA وال CV، لكن ال 2A بتبقى O N15 بالشكل ده. فهنخش عند كل الحاجات دي ونعدل ال Z اوتوماتيك، هتتعدل ال CA وال CV. خلي بالك الفاكتورز دي المفروض ان هي بتجيلك مع السوي الريبورت اصلا، واخد بالك بيقول لك انت في زون 2A ولا 2B تمام. الزون طبعا ال 2A اقل قوة في البيس شير من ال 2B، واخد بالك. فانا هعمل هنا كله 0.15 في الحاجات دي، وسيف هعمل فايل سيف اس تمام كده. في كله ليه بقى انا بعمل كده؟ عشان عايز اقلل قوه البيس شير على الاساسات والمومنت اللي جاي، والمومنت اللي جاي عندي على الاساسات تمام. ده زي الاشتراطات الجديده بتاعه بلديه دبي تمام. فخلاص طبقنا الكلام ده، هنعمل اوكي ونعمل رن، وبعد كده هصدر الرياكشنات مره تانية للسيف بسرعه، يعني من غير ما انا كنت عامل موديل قديم قبل كده، كنت معرف عليه الماتيريال والكي السبرينج بتاعت التربة، بس هصدر تاني بسرعة الكلام ده عشان ما ضيعش وقت. طبعا لو انت عامل حالات انفلوب على السيف هتلاقيها هي موجودة مش متغيرة، كل حاجة متعرفة عندك انت، بس هتمسح النقط وهوريك هتعمل الكلام ده ازاي، ونصدر تاني بسرعة لبرنامج السيف. نكمل كده مع بعض. دي زي ما احنا شايفين كده الرافت الأساسية، دي 90 سنتي ودي 1.20 متر. الأخضر ده اللي هو هيطلع فيه البرج، وده اللي هيطلع فيه البوديوم. يعني إيه بوديوم؟ يعني بمساحة الأرض كلها تمام بيطلع جراشات تحت في الأدوار اللي تحت. يعني المبنى بيبقى عامل كده، هو ده البرج نفسه يبقى طالع من تحت كده بالشكل ده لحد فوق، والبوديوم بيبقى بمساحة الأرض كلها بيتعمل جراشات دور او اتنين او تلاتة على حسب، غالبا بيبقى دورين يعني تمام. يعني مثلا ده الارضي وده بوديوم واحد وده بوديوم رقم اتنين بس. فاللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، انا هعمل فايل سيف از عشان انا هدخل هنا الاحمال الجديدة، وهنشوف الفرق ما بين الرافت دي والرافت اللي هي القديمة. يعني أنا دلوقتي هعمل مقارنة ما بين حاجتين، الزلازل لما احنا عملناها 2A والزلازل لما كانت 2B. طبعا ده مدي مومنت كبير ومدي شير فورس كبيرة، وده الزلازل والقوة الشير هتقل شوية تمام. هنشوف الكلام ده كده مع بعض إن شاء الله. خلاص موديل الإتابس عمل رن. أنا هعمل دلوقتي إيه، فايل إكسبورت سيف، بعد كده export loads and loads from above للبيز طبعا، اختار من هنا all ومن هنا all تمام، all و all من هنا. طيب دلوقتي مثلا هعمل فولدر جديد على الديسكتوب from etabs. كويس خلاص، انا دلوقتي صدرت للايتابس. هفتح كده السيف مرة تانية واستورد الملف اللي انا ايه امبورت. وهعمل رن، عامل رن بس عشان عشان اطلع الملف اللي هو الدولار ساين. هتشوف دلوقتي معايا الكلام، انا قصدي
ادي الفولدر اللي احنا عملناه. انا عندي امتداد اسمه دولار ساين اللي هو ده. طيب هو ده اللي انا هستورده بقى في الملف التاني. طيب هعمل كده ازاي؟ ادي الملف اللي انا عملت له فايل سيف از، هخش بس امسح منه النقط. هقفل كل حاجة واسيب بس النقط. تمام. طيب النقط دي ما اتمسحتش ليه؟ عشان في حاجة اكيد مرسومة كده كده، هي هتجيلك تاني، البيمسي دي هتجيلك تاني. طيب نفتح كده كله ونشوف. في وولز هنا وفي أعمدة، أنا بس عايز أمسح النقط دي عشان أدخل عليها وأعمل ريبليس على طول بالفورسز اللي هي الجديدة. طيب تعالى نجرب نخفي بس البلاطة، أنا مش محتاج بس غير البلاطة تكون موجودة، كده كده الأعمدة والحاجات دي كلها هتيجي تاني، يعني هتيجي تاني من الايتابس. يبقى أنا كده مسحت كل النقط، أنا بس مش محتاج غير البلاطة دي اللي أنا هدخل عليها النقط الجديدة. طيب أنا دلوقتي أعمل إيه بقى؟ فايل امبورت سيف، أنا هدخل الدولار ساين الجديدة اللي أنا عملتها، أد ريبليس، هنا أخش وأعمل ريبليس على كل الحاجات دي، أتأكد إن هي إيه ريبليس بس. أوكي أد تو اكزيستنج موديل. أوكي هيخش لنا دلوقتي الايه النقط الجديدة اهي، النقط الجديدة بتاعتنا اللي احنا استوردناها من برنامج الايتابس. خلاص انا دلوقتي عندي الشرائح مرسومة، انا بس هعمل run وهقارن التسليح مع التسليح القديم اللي هو كان عندي بالشكل ده. الشبكة 25 كل 150 توب، والبوتوم بتاعها 32 كل 20، ده الجزء اللي هو الكبير اللي هو السمكة بتاعته 120. يعني احنا دلوقتي عندنا سيكشن بالشكل ده 120 و90، فين السيكشن ده؟ اهو عند التقاء الاتنين مع بعض، وكل ده 90 سنتي اللي هو حرف ال ده، والمربع 120 زي اللي كان على السيف بالظبط. طيب نفتح السيف بتاعنا ونشيك كده المود اللي هو عمل ران، لما تلاقيها مايلة بالشكل ده عادي مفيهاش مشكلة، بتبقى نتيجة أحمال الزلازل، مفيش أي مشكلة عندك يعني. طيب ممكن نشيك على السويل بريشر، جايب هنا سالب 362. تمام. طيب لو أنا مثلا هشيك نتيجة الأحمال الرأسية فقط، أنا عايز أشيك نتيجة الأحمال الرأسية فقط. تمام. والزلازل بنشيكها working interval، هي S11 دي اللي فيها الديد واللايف والفلور كفر والكلام ده كله مضروب في واحد. تمام. وهنا linear add. طيب احنا كده هنشيك، لا ده الديفورمت شيب اللي هو ايه اللي هو الهبوط. تمام. لكن انا عايز السويل بريشر، يبقى جايب 362 وقارنها بالاول، يبقى كده ايه تشوف البيرنج بريشر عندك اللي هو السويل بريشر بتاع التربه مزيف ولا لا. لو فتحنا هنا البيرنج كاباسيتي هتلاقي هي 300، يعني انت المفروض بتدخل هنا سله 300 وزيرو وتشوف اللون الاكبر من 300 هيظهر لك باللون اللي هو ده، اللي هو اللون ايه البنفسجي ده اللي هو ده وده. تمام. طيب في الحالة دي نعمل ايه؟ نحاول مثلا نربط بقمر في الاتجاه الأفقي، نقلل دور مثلا، نقلل الحتة دي، هنا في جار، هنا في الحتة دي في جار، فمش هينفع ان انت تعمل طرطفة في الجزء ده، هنا في شارع وهنا في شارع وهنا برضو في جار بالشكل ده، واخد بالك؟ فانت مش هتعمل طرطفة من هنا لو دي مش مسيفة، لو في الشارع ممكن تعمل طرطفة حاجة بسيطة من هنا
وترتفع حاجة بسيطة من هنا، ولكن هنا عشان في جوار مش هنعرف نعمل ترتفع خالص. فالحل الوحيد أول حاجة تقلل الأحمال، واخد بالك، اتنين تحط كمر بالشكل ده تربط مع حاجة بعيدة بحيث إن أنت تقلل الحمل على المنطقة اللي هي بتاعة الارتكاز دي، بس بعد كده تكمل. طيب عشان ما نضيعش وقت بس نحاول نشوف أخبار كده التسليح إيه، قل ولا لأ، وإيه اللي إحنا ينفع نقلله ممكن نقلله. تمام، هندوس كده الاتنين لير والتوب والبوتوم. طيب أنا دلوقتي هعمل دي كده كوبي، تمام، هنا بالشكل ده عشان احط شبكة تسليح جديدة واشوف هل هقدر اقلل ايه اللي انا هقدر اقلله واشوف. طيب هنا الشبكة 25 × 150 توب، و32 × 200 بوتوم. طيب انا هحاول اشوف كده التوب الاول لوحده، اهو التوب كده بالشكل ده. طيب الاضافيات اللي عندي اهي، اللي هي دي 32 × 15 اللي هي دي، فانا ممكن اقلل طول السيخ بان هو كان كده. نحاول نقفل ده. طول السيخ كان جايب لحد الكور من اول الكاميرا اللي هي دي، تمام، او الدروب ده لحد الكور هنا، فانا التسليح الاضافي اهو لحد بداية الكور، او هو هنا داخل لحد الحيطه التانيه بتاعت الكور، فانا ممكن اقلل طوله التوب. الكور اصلا بيبقى عايز بوتوم، خد بالك، ممكن نتيجه الزلازل طبعا يحتاج توب، بس على حسب بقى اللي يطلع لك. تمام، انت بتتاكد ان حالات الزلازل بتاعتك من ديزاين لود كومباينيشن، ان كل حالات الالتيميت بتاعتك داخله هنا. تمام، يعني احنا دلوقتي بنصمم على الزلازل. طيب انا دلوقتي لو خليت مثلا اضافي لعلوي التوب هخليه مثلا 20، تمام، لا 20 مش هيجيب، نخليه 25. طيب يبقى هنا 5 5 25، تمام، يعني احنا قللنا من 32 تمام لحد 20 بالشكل ده. تمام، ممكن دي نخليها، انا كنت عامل هي لاير اسمها علي كومنتس كده عشان ايه ابقى عارف انا ايه اللي انا غيرته، تمام، وعامل لها كده تخانة معينة. طيب نكمل كده، هل هنا ده تسليح طب برضو؟ هل هنعرف نقلله ولا لا؟ لو ده كده تسليح طب، واخد بالك اهو عند رجل الكور اللي تحت السفلية، هو اصلا ايوه هنا في الحتة دي هو اصلا مش محطوط، المفروض ان انت تحطه اهو، ادي اهو التسليح اللي هو التوب اهو زي الفل اهو، ماشي اهو مكمل. طيب يبقى احنا هنا 32 × 15، هنا بقى عندنا كام؟ لا يبقى انا كده اقلله اهو، لو عملت 25 خلاص دي الشبكة مش هنغير فيها، يبقى التوب 25 ونشوف كده ابلاي 10 تي 25، يعني 25 × 10. طيب خلاص يبقى انا دي هسيبها زي ما هي 32، 32 × 150 دي مش هعرف اقللها خالص، وهنا قلنا طول السيخ واقف لحد اول الرجل هرجعه هنا. ثلاثة متر يبقى برضو ده واخد بالك، ده انا كده قللت طوله، هعمل ليست الطول بتاعه 9 متر، انا قللت 3 متر، تمام زي الفل كده. طيب هنا التوب 32 ممكن احاول اجرب اخليه 25، ماشي نشوف كده. في هنا تسليح توب كبير جدا ملوش اي لازمة معانا، تمام،
طويل جدا، يعني ده تسليح طويل جدا ملوش اي لازمة، فانا احاول كده اقلله مثلا بتاع 6 متر واشوف. هو عند المنطقة بتاعة الفاصل مع الرجل بتاعة الكور دي، تمام. طيب خليه مثلا، طب هنا 12. طيب هو بيبتدي منين لفين؟ يبقى انا كده ازوده، امشيه هنا كده موف لحد الحتة دي، بس انا مش محتاج اكتر من كده. هل انا محتاج اكتر من كده؟ مش محتاج اكتر من كده، اهو زي اللي موجود هناك. فانت بتحاول تقلل الكمية بقدر الامكان. بتحاول تقلل الكمية على اللي موجود عندك. طيب طيب نكمل مع بعض اهو. انا خلاص خلصت التسليح الطب ده، اخد برضو البوتوم بتاعه بالمرة عشان ما غيرش الشبكة الاساسية، او البوتوم بتاعه بالشكل ده. هنا في تسليح رأسي في الاتجاه الرأسي، وهنا في بوتوم تحت الكور اللي هو ده مع ده تحت الكور كده اهو بالشكل اللي انت شايفه. خلي بالك هو هنا حاطط قمر بالشكل ده، لازم نحطه. يعني احنا لو شفنا سيكشن 4 4 اللي هو ده، انا بالنسبه لي لازم احط الكاميرا دي 150 في 170، لازم احط الكاميرا دي قبل ما اعمل رن او اعمل اي شيء. اهو رسمت الكاميرا اللي هنا دي، هرسم برضو الكاميرا اللي هنا عشان كل ده بيفرق في الاستريسز. يعني انت الكاميرا ده اللي هو سيكشن 3 3، كل الكاميرا ده بيفرق في الاستريسز. يبقى 50 50 في 160، تمام. نخش هنا كده